مبدع، شمولي، جمالي، تفكير حر، فوضوي، صادق، ثوري، أبيض، راديكالي، سريع، ألماني. هذا أسلوب باوهاوس. بعد 100 عام لا زالت قيم باوهاوس مهمة للحاضر أكثر مما كانت عليه وقتها. قبل 100 عام أعادت باوهاوس تخيل المستقبل. كيف سنتعلم؟ كيف سنعيش في المستقبل؟ تأثير باوهاوس ظاهر في كل مكان. بكل تأكيد انطلقت باوهاوس لصنع لغة عالمية للتصميم، بأن يكون لكل شيء ارتفاع مثالي وحجم مثالي حتى يكون استخدامها مثالياً بالنسبة للإنسان. أرادوا تجاوز الفارق بين الحرفيين والمصممين والفنانين. باوهاوس هي أسطورة، لا زالت جاذبية وسحر مدرسة الفنون كما هي حتى يومنا هذا. رغم أن تاريخها يشكل فترة قصيرة، إلا أنها تواصل تشكيل العالم الذي نعيش فيه. هنا تم اكتشاف وتطوير أساليب جديدة للتعليم والتدريب والهندسة المعمارية والرسم والرقص والتصميم. عندما استولى هتلر على السلطة وأجبر المدرسة على إغلاق أبوابها، هجر فنانوها ومهندسوها ومفكروها إلى الخارج. قاموا بنشر مبادئ باوهاوس حول العالم. ما هو سبب هذه الجاذبية المستمرة لباوهاوس؟ يينكا إيلوري مصمم أثاث بريطاني من أصول نيجيرية. شغفه بتصميم المقاعد يجعله متناسباً مع تقاليد باوهاوس. يجب يينكا مدينة هولندن بحثاً عن الإلهام. أنا أركب الحافلة دائماً وأجلس في المقعد الأخير قرب النافذة. هناك دائماً مقاعد منتشرة في كل مكان في لندن. قد أنظر هنا وأجد مقعداً، لا أدري. أنا أنظر حولي دائماً وأشعر بالفضول لرؤية ما حولي وما سأجده. لا يمكنك معرفة ما ستجده، وهنا يكمن جمال ما أفعله. لم يجد يينكا اليوم ما يتلائم مع أفكاره في الشارع، لذا يبحث في متجر للأغراض المستعملة. الخيزران. هذا جميل. الخطوة الأولى هي النظر إلى المقعد وتفحصه، ثم تأتي الخطوة الثانية وهي إيجاد رواية أو قصة لهذا المقعد في مخيلتي. هذا المقعد يعود حتماً إلى الأربعينيات أو الخمسينيات، صحيح؟ إنه مقعد قديم، أليس كذلك؟ ينجذب يينكا إلى القطع التي لديها قصة يمكن روايتها، وهو يعمل بشكل حدسي. أحب القطع التي تمتلك شخصية. هذه القطعة لها شخصية واضحة. تعجبني كيفية استخدام مواد مختلفة لصناعتها. لدي أفكار حول الألوان المستخدمة، لأنني أشعر أنها تتحدث إلي. أنظر إلى كل جزء منها، أفكر في أسد في الغابة أو في البرية. هذا الجزء يمكن أن يصبح أخضر، لا أدري، أفكر في مكوناته. قد تكون هذه أقداماً، أقدام الأسد، كما أن هذه القطعة تذكرني بآلة موسيقية مثل الجيتار أو ما شابه، لا أدري. التصميم الحدسي كان مبدأً أساسياً في باوهاوس. تأسست مدرسة الفنون في مدينة فايمار بألمانيا عام 1919 على يد المهندس المعماري فالتر كروبيوس، وانضم له الكثيرون من أهم فناني ذلك العصر. بعد كارثة الحرب العالمية الأولى كانوا متلهفين لإعادة بناء العالم من الصفر. العالم الجديد يتطلب مصممين من طينة جديدة كما اعتقد كروبيوس، والبداية كانت بأشكال جديدة من التدريب.
كان هناك درس إجباري لجميع الطلبة يتعلمون من خلاله التقنيات الأساسية للفن والحرف اليدوية. تم تطوير هذا الدرس على يد الرسام السويسري يوهانس إيتن، والذي شجع الطلاب على العمل وفق حدسهم عبر السماح لهم بتجريب النماذج والألوان والمواد. أثرت الألوان والأشكال المميزة لمدرسة باوهاوس في العديد من الفنانين مثل باول كلي وفاسيلي كاندنسكي. أصبحت الألوان الأساسية الأحمر والأصفر والأزرق والأشكال الهندسية المربعة والمثلثة والدائرة علامة مسجلة لباوهاوس. هناك وفرة في الألوان والأشكال في استوديو يينكا إيلوري في لندن أيضاً. درست تصميم المنتجات والأثاث في الجامعة، أي أنني حصلت على شهادة جامعية في صناعة الأثاث وتصميم المنتجات. يتعلم المرء الكثير خلال عمله، فقد كانت معظم الدراسة نظرية، الكثير من تاريخ الفنون ودراسة أسلوب باوهاوس وفن التصميم والتصوير. لم نقم بالإنتاج الفعلي كثيراً، وهو أمر مؤسف. شكل التدريب العملي في ورشات النجارة والتصميم وأعمال السيراميك حجر الأساس للدراسة في باوهاوس، ما كان سيلبي تماماً طموحات يينكا. كل مقعد يحكي جزءاً من قصته الخاصة. أنا أدرك لما أحب والدي نيجيريا وما يعنيه أن يكون المرء إفريقياً وبريطانياً أسود يعيش في لندن. أدرك قوة هذا الشيء، أعطاني ذلك قوة، لأنه ليس الجميع سوداً ونيجيريين وبريطانيين. لذا ما أريد فعله هو رواية قصتي باستخدام الرموز النيجيرية. هناك قصة مثيرة للاهتمام. لقد اكتشفت مؤخراً أن جامعة إيف قد صممت على يد مهندس إسرائيلي درس أيضاً في مدرسة باوهاوس. بالنسبة لي كان هذا أحد أروع الاكتشافات، فمجرد التفكير في أن باوهاوس موجودة في نيجيريا أيضاً وأنا لا أعلم، مجرد التفكير في ذلك يجعلني أبتسم. إذا نظرت إلى حسابي في إنستغرام عندما نشرت هذه الصور، أعجب الناس بها كثيراً. تم تصميم مباني جامعة إيف في نيجيريا في ستينيات القرن الماضي على يد خريجي باوهاوس أريه شارون. لقد ساهمت إفريقيا في تشكيل باوهاوس التي أثرت بدورها في تشكيل إفريقيا. بالطبع، إذا نظرت إلى هذا الكرسي فهو يبدو كمقعد إفريقي، فالتأثير الإفريقي واضح تماماً في هذه القطعة. بالفعل تسمى هذه القطعة المقعد الإفريقي، الذي يعد جهداً مشتركاً لاثنين من أبرز مصممي باوهاوس، المصمم مارسيل بروير وفنانة الأقمشة غونتا شتولتزل. ها هو، إنه يسمى المقعد الإفريقي حتى دون أن أعرف. أنا أحب مارسيل بروير أيضاً. أعتقد أن لدي نسخة من هذا المقعد في الاستوديو الخاص بي، قد يكون حقيقياً، فقد اشتريته من متجر للأغراض المستعملة في تشيزيك. انظروا لهذا، يعجبني هذا القماش المنسوج باليد هنا، هذا النوع من الخيزران، إنه جميل حقاً، إنه تصميم أنيق حقاً. نعم، أنا أحبه. عام 1925 انتقلت المدرسة إلى ديساو، وعندها بدأت تصبح معروفة بشكل أكبر. من هذا المكتب ذي الواجهة الزجاجية كان فالتر غروبيوس يطل على مرافق المدرسة. لم يفوته أي شيء، بما في ذلك أعمال الطلبة في الورشة المجاورة. رحل الطلاب منذ وقت طويل. كلاوديا بيرين هي مديرة مؤسسة باوهاوس ديساو. كانت مدرسة باوهاوس جنونية، يجب علي أن أقول هذا. عندما تنظر إلى مبنى باوهاوس يمكنك أن تدرك كم كان راديكالياً، إضافة إلى الفتيات ذوات الشعر القصير اللائكن يعملن إلى جانب الأولاد بشكل طبيعي جداً. كانت مستفزة بعض الشيء. كانت باوهاوس تسعى لترك انطباع من الشفافية والمكان الفسيح المشع.
كان غروبيوس مدركاً تماماً بأن حقبة جديدة قد بدأت، وأن تلك الحقبة كانت تتطلب أشكالاً وأساليب جديدة للحياة. لقد رأى ذلك منعكساً في كل جوانب الصناعة، لكن لم يكن موجوداً في الهندسة المعمارية. تم تطبيق هذه اللغة الجديدة والواضحة في منازل المعلمين المجاورة. صمم فالتر غروبيوس هذه المنازل لمعلمي باوهاوس وعائلاتهم، بدأ إنشاءها عام 1925. تم تدمير منازل فالتر غروبيوس لازلو موهولي ناتش خلال الحرب العالمية الثانية، وأعيد بناؤها عام 2014 بطريقة تعيد تفسيرها أكثر مما تعيد إنشاءها. قام الفنان أولاف نيكولاي بالتصميم الداخلي لمنزل موهولي ناتش. كان موهولي ناتش مهتماً جداً بالضوء، لذا فقد جعلت الضوء جزءاً أساسياً في تصميمي، ووجدت طريقة لجعله عنصراً من عناصر تجربة الزوار. انكسار الضوء هو من طرق جذب الانتباه له. جعلت من سطح هذه القطعة الفنية أي المبنى مكاناً لألعب فيه. أردت أن أعمل مستخدماً ما هو متوفر، كما رغبت بإضافة بعض الحرفية التي لعبت دوراً أساسياً في باوهاوس. تعد قصارة الجدران عملاً حرفياً بسيطاً، لذلك قررت استخدام 4 أنواع من القصارة: مسحوق الرخام الأبيض مع أحجام مختلفة من الحبيبات. هذه الأحجام المختلفة إضافة لطريقة سقوط الضوء على الجدران تخلق خيالات ظل متعددة. هذا المنزل يطالب بأن يتم تصويره. ليس هناك أسلوب واحد لباوهاوس، فقد كانت متنوعة جداً، كانت تضم القليل من كل شيء. كان فيها تأثير باول كلي وأوسكار شليمر وهانس ماير الذي كان مؤيداً بقوة للاشتراكية، كما كان هناك مايز فان دير روه والذي لم يرد إقحام الأيديولوجيات وكان يسعى للحصول على نماذج نقية. كان هناك أشخاص قدموا حصص يوغا إجبارية. الأمر المدهش حقاً هو عندما تتحول حركة تصميم إلى مبدأ عالمي عندما تصبح حياة. في اليابان تؤدي تصاميم الجودة دوراً كبيراً في الحياة اليومية. هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الحساسية الجمالية والبحث عن الوضوح والبساطة، والتي تشكل أساس الثقافة اليابانية، وبين اللغة البصرية لباوهاوس، بل إنها في الواقع كانت مصدر إلهام لها. طوكيو الكبرى هي واحدة من أكبر المناطق الحضرية في العالم، والمنازل فيها باهظة الثمن، كما أن المعروض منها قليل. تنتمي ميو تسونياما إلى جيل شاب من المعماريين اليابانيين المهتمين بمفاهيم حديثة للسكن. لا يمكنك رؤية داخل هذه المنازل، كما أن العلاقات بين الناس معدومة، حيث يعيش السكان في عزلة ولا يقومون بدعوة العائلة أو الأصدقاء. إنهم لا يعرفون بعضهم رغم سكنهم في منازل متجاورة. تبحث ميو عن أسلوب جديد بالكامل. علي أن أغير طريقة تفكيري كمهندسة معمارية وكيفية قراءة المدينة. علي أن أبحث عن طريقة مختلفة للعيش في طوكيو، لذا فقد اقترحت طريقة مختلفة تماماً عن الطريقة الاعتيادية، أي العيش في شقة من غرفة واحدة. يعتبر منزل عائلة هاياشي مختلفاً جداً وفقاً للمعايير اليابانية. بدأ المشروع على يد تشي زوجة كاني هاياشي قبل أن يتزوجا. كان منزلها صغيراً جداً، استوديو تقليدي بمساحة 20 متراً مربعاً، كل شيء متلاصق، الحمام ودورة المياه والمطبخ، لم تكن تلم الأشياء منفصلة. كانت تعي بهذه الطريقة مثل العديد من اليابانيين، لكنها تحب الطبخ وتريد الاسترخاء على الأريكة ومشاهدة التلفاز مثلاً، لكنها لا تستطيع. لذا عندما وجدنا هذا المنزل كان فيه الكثير من المساحة لفعل هذه الأشياء، إلا أنه كان كبيراً عليها وحدها.
لذا فكرت بالمنزل المشترك. المنزل المشترك لأشخاص ليسوا بالضرورة من عائلة واحدة والمستعدين لإعادة صياغة علاقتهم مع بعضهم. تقوم ميو بتحويل هذا المنزل القديم إلى منزل لسبعة أشخاص. لن تتمكن عائلة من الدفع مقابل منزل كهذا. نعم، إنه رد فعل على الحالة الاقتصادية ووضع المجتمع. فقد انحدر الوضع الاقتصادي وليس هناك الكثير من الوظائف، لذا فإن الكثير من الشباب لا يحظون بظروف جيدة كالتي عاشها ذووهم، وعليهم البدء بعمل شيء ما. قامت ميو بأخذ القياسات الدقيقة لاستخدام المساحة بأكبر كفاءة ممكنة. تم فصل غرف النوم في الطابق العلوي بممر مضيء ومشمس يمثل جسراً بين الغرف الخاصة والمناطق المشتركة. باستخدام هذا العمق يمكننا عمل منطقة للجلوس ووضع بعض الأثاث بحيث تكون امتداداً للحياة في الغرف الفردية. الغرف صغيرة لكن المساحات المشتركة فسيحة. غرفة المعيشة ذات الأغراض المتعددة هي المكان الذي يجتمع فيه سكان المنزل والأصدقاء. في مدينة يصبح الجميع فيها غرباء، يمثل هذا المنزل عينة صغيرة من المجتمع. تدير ميو وزوجها شركة معمارية ناجحة، وهي من أكبر المعجبين بمدرسة باوهاوس الألمانية. كان ميس فان دير رو أكثر المعماريين إلهاماً أثناء فترة دراستي، من حيث الأهمية النسبية والتناسب، كما أنه يجعل الأمور تبدو بسيطة وسهلة للغاية، لكنها ليست كذلك. علاقته مع الخارج والغرف والأثاث جميعها مترابطة معاً فيما يشبه نوعاً من السحر. هناك روابط وثيقة بين باوهاوس واليابان منذ انطلاقتها. بني هذا المنزل في ثلاثينيات القرن الماضي على يد إيواو ياماواكي الذي درس في باوهاوس. في عام 1954 زار فالتر غروبيوس مدرسة كواساوا الحديثة للتصميم في طوكيو، وكتب في دفتر الزوار: لقد وجدت هنا روح باوهاوس الحقيقية. كثيراً ما ترجع ميو في عملها إلى هذا الكتيب الضخم الذي أعده إرنست نويفرت أحد خريجي باوهاوس. أول طبعة من كتابه Architects Data موجودة في فايمار. تم تحديث طبعة الحالية من هذا الكتاب الأفضل مبيعاً عالمياً على يد المعماري يوهانس كيستر. حالما تبدأ بوضع مخططات مشروع جديد فإنك تستخدم نسختك من كتاب نويفرت. الطبعة الحالية هي 42 وهو منشور في جميع أنحاء العالم. إنه مرجع للمتطلبات المكانية في تصميم المباني ومخططات المواقع، من الارتفاع الأمثل لمقبض الباب إلى زاوية جسم يجلس على مقعد. لتجميع كل هذه المعايير أخذ نويفرت قياسات مفصلة للجسم البشري خلال النشاطات اليومية واستخدامه للمساحة. لم تكن باوهاوس أول من أجرى قياسات للحياة اليومية، لكن الأسلوب الراديكالي للهندسة المعمارية المرتبطة والمساحة والعلاقات المكانية لهذه القياسات والاستنباط الراديكالي للتوزيع المكاني والتصنيف النوعي لتلك العلاقات هو ما شكل حجر الأساس لمدرسة باوهاوس. تم نشر الكتاب بعد ثلاث سنوات من إغلاق أبواب باوهاوس على يد النازيين، لكن كفاءة كتيب نويفرت ناسبت النظام الجمعي فاستخدمه النازيون لأغراضهم الخاصة. بعد الحرب عندما أصبحت موضوعات الكتاب تتحدث عن نفسها أصبح من أكثر الكتب مبيعاً. يمكن إيجاد كتيب نويفرت في جميع الشركات المعمارية حول العالم. ما هي المساحة التي نحتاجها للمصعد؟ كم تحتاج من المساحة في المطبخ؟
مطبخ صناعي أو مقصف. ما هو الحجم الذي يشغله شيء ما ليعمل جيداً في بيئته؟ إنه مفيد جداً، أليس كذلك؟ لأننا عندما نريد معرفة شيء كهذا المثال، إذا قلبت صفحات الكتاب ستجد قياسات أساسية. هذه معلومات علينا معرفتها، لكننا لا نستطيع تذكر كل شيء. لذا فالكتاب نوعاً ما هو جزء من عقلنا، أليس كذلك؟ قياس الأشخاص والنشاطات والأشياء، المنطقية والتفاصيل هما أداتان لتحسين الحياة اليومية واستغلال المساحات، سمات بارزة لقانون باوهاوس والتي وصلت حتى اليابان. أرشيف باوهاوس في برلين صممه مؤسس باوهاوس فالتر غروبيوس بنفسه. تدير آن ماري ياغي المتحف الذي يضم إرثه. لم يكن التدريب في تلك المدرسة تدريباً حرفياً تقليدياً، كان الهدف تدريب نوع جديد من الفنانين المصممين الصناعيين الذين يمكنهم العمل في جميع المجالات، فكل منهم يمكنه أن يكون معمارياً، رساماً، نحاتاً أو مصوراً. المصمم الصناعي الذي يمثل العالمية. نشر بيان باوهاوس القائمة خلال دولة فايمار في نيسان أبريل عام 1919. نحن المعماريين والنحاتين والرسامين علينا جميعاً التوجه للحرفية لنقوم جميعاً بتصور وإنشاء المباني المستقبلية الجديدة. أرادوا تجنب الانجراف بعيداً بحيث يصبح الفن على جانب، أي الفن من أجل الفن أو فن الصالونات، وعلى الجانب الآخر الفن التطبيقية أو الحرف. أدت قواعد باوهاوس إلى تقليل الفوارق بين الفن الراقي والفنون التطبيقية. الآن وفي الماضي كانت نقطة البداية دائماً هي المادة. هذه حوالي 255 من كل من الفسبار والكوارتز و50% من الكاولين. من المدهش كيف يتحول هذا الغبار إلى شيء بهذا الحجم ومطاطي نوعاً ما. تخيل أن يتم صبه في قوالب، إن تركيبته ممتازة. هناك الكثير من الطلب على شركة نيو تندنسي للتصميم في برلين. أعضاء الفريق خريجو جامعة باوهاوس في فايمار، يقومون بتصميم المنتجات الصناعية للاستخدامات اليومية بأسلوب باوهاوس، منتجات عملية دون رتوش. تتعاون الشركة حالياً مع واحدة من أقدم الشركات الصناعية في ألمانيا، مصنع رويال بورسلان كي بي أم. كانت هذه الشركة تورد خزف برلين لملوك بروسيا. لماذا نقوم بالتصنيع في ألمانيا؟ أولاً بسبب التقاليد الحرفية، وأيضاً بسبب الملائمة، فنحن بإمكاننا زيارة المصانع، وهذا أمر ممتع بالنسبة للمصممين، فهو يذكرنا بالصناعات الحرفية ويوسع من مداركنا. الخزف الذي تنتجه كي بي أم مصنوع يدوياً بالكامل. بدأ الخزفيون في باوهاوس في فايمار بتصميم أدوات المائدة البسيطة والعصرية لكي بي أم عام 1929. تقوم نيو تندنسي بتسويق العيد المئوي لباوهاوس بتعاون مع كي بي أم من خلال طبق تذكاري. حالما تبدأ ينتهي الأمر سريعاً، يمكنكم رؤية مدى سرعة دورانه، إنها مسألة ثوان. يقوم فريق الشركة اليوم بتقديم أفكارهم لمدير التصميم في كي بي أم.
عندما تنظرون إليه من الأمام فهناك تلاعب لطيف بالضوء والظلال، يتناقض الجانب الصناعي والإنشائي بشكل رائع مع الخزف الرقيق. نحن نرى هذا التناقض مثيرا جدا للفضول. إنه يذكرني بالتصوير في باوهاوس، حيث الضوء والظلال والفضاء السلبي. نحن نستخدم هذه العناصر في تصاميمنا أيضاً. تصمم شركة نيو تندنسي منتجات عملية ذات جودة عالية، وليس لديهم اهتمام بالإنتاج بكميات كبيرة، لكن هذه الحرفية لها ثمن لا يستطيع الجميع دفعه، لكن تجارتهم مزدهرة رغم ذلك. نحن شركة دولية، نتلقى طلبات من الولايات المتحدة وإنجلترا وكذلك من كوريا الجنوبية واليابان، من أشخاص لديهم الحس الجمالي نفسه. حفاظاً على روح باوهاوس، يكون المنتج الجيد مزيجاً من الحرفية الماهرة والرؤية الفنية. من الأسباب الرئيسية لجاذبية باوهاوس هي حرص غروبيوس على فكرة التآزر، رؤية تحولت إلى حقيقة، فالحدود بين الضوابط الإبداعية تتلاشى شيئاً فشيئاً. في البداية أحتاج إلى تفريغ الهواء، تصبح المادة طرية وتبدأ بالذوبان، إنها تذوب سريعاً وتصبح ناعمة. انتهينا. النتائج غير متوقعة. هل تقوم كاسيا كوتشارسكا بإجراء بحث لصناعة السيارات؟ لا، إنها تحضر لمشروع تخرجها، فهي تدرس تصميم الأزياء في برلين. كانت فكرتي الرئيسية هي محاولة إنتاج مجموعة دون اللجوء لخياطة أي شيء، بل استخدام أساليب إنتاج أخرى. لذا عملت كثيراً بالصمغ والليزر لدراسة البدائل ولمعرفة كيف يمكنني جعل إنتاج الملابس عصرياً أكثر. أردت استبدال العمل اليدوي بالإنتاج الآلي. لدي معرفة بالهندسة المعمارية، ربما لهذا أركز أكثر على طرق الإنتاج المستخدمة في الصناعة والتصميم الصناعي. إن مبدأ باوهاوس الفكري هو نقطة البداية دائماً بالنسبة لي عند بدء أي مشروع جديد، وهو مبدأ الوظيفة أولاً، وكذلك الالتزام بالمعايير. يجب أن يكون لكل شيء ارتفاع مثالي وحجم مثالي، وذلك لتحقيق الاستفادة الأمثل منه. لدي فضول تجاه فكرة أنه بدلاً من شراء قطعة ملابس فقط، يمكنك شراء بيانات مصممة بمساعدة الكمبيوتر CAD. تحصل على هذه البيانات وتذهب إلى مكان عملك، فتقوم الآلة بإنتاج الملابس لك. هذا التصميم مبني على فكرة بنطال الدراجات النارية، فهو مصنوع من قماش التنجيد الذي يستخدم عادة في صناعة السيارات، لكن أليس هناك إفراط في الاستخدام الأمثل؟ أردت تطبيق عملية معقدة جداً من الاستخدام الأمثل على صناعة الملابس. إنه تعليق ساخر على هذه الموضة، فليس من المفترض أن تؤخذ بشكل جدي. الحدث الكبير هو عرض الأزياء الذي سيقام في المساء. ليس هناك مفر من أخطاء الدقائق الأخيرة. هل سيلائم البنطال العارضة؟ لا لا، عليك وضع رجليك معاً. هل يمكنك إحضار مشرط؟ حان الآن وقت تجربة الحذاء، فهل سيكون الحذاء مناسباً؟
ما رأيك؟ هل يمكنك أن تمشي المسافة كلها؟ نعم، سيكون من الأفضل أن أجرب المشي لمسافة أطول. حسناً، لنقم بذلك. علي الانتظار، إنهم يلتقطون الصور. هل حان دورك؟ نعم نعم. إذن اذهبي. مجموعة كاسيا على وشك الظهور لأول مرة على ممرات العرض. بعد أشهر من العمل الجاد، أصبح التخرج مضموناً. يمكنها الآن الاسترخاء والاستمتاع باللحظة. تصميم الأزياء الذي يجمع بين عالمي العمارة والتقنية والعمل اليدوي والرقمي. إنه منهج متعدد تخصصات يمثل في جوهره أسلوب باوهاوس. من أهم أسباب نجاح باوهاوس أن الحركة كانت جريئة، بحيث جمعت العديد من العقول الإبداعية المختلفة. عندما تنظر إلى المعلمين الذين قاموا بالتدريس هناك، فلن ترى شيئاً مشتركاً بينهم من الناحية الإبداعية. كانوا شخصيات مختلفة، لكنني أعتقد أن غروبيوس أدرك أن التنوع وحده هو ما يمكنه إيجاد حلول للأسئلة التي طرحتها الحقبة الجديدة. هذا المعلم المعماري في إسبانيا هو نتاج مثالي لذلك التعاون، جناح برشلونة بافيليون الذي أعيد إنشاؤه، والذي صممه ميز فان ديرو المدير الثالث لمدرسة باوهاوس من أجل المعرض الدولي عام 1929. تمتزج عمارة المبنى مع داخله بسلاسة، أما الأثاث ومن ضمنه مقعد برشلونة الشهير فقد تشارك في تصميمه ميز فان ديرو والأستاذة في باوهاوس ليلي رايش. كان المنظور الإبداعي لمدرسة باوهاوس فريداً. تم افتتاح ورشة ومطبعة في ديساو عام 1925. كان هربرت باير مدير الورشة، وقد صمم نماذج الخطوط التي ساهمت في تمييز أسلوب باوهاوس. كان باير رائداً فيما نسميه اليوم التصميم المؤسسي. عندما قررت مدينة عمان عاصمة الأردن تصميم علامة خاصة بها، استعانت بمصمم الجرافيك يان جيرنر المتخصص بخطوط الطباعة. كانت مهمة شاقة. جئت إلى عمان في المرة الأولى عام 2004 عندما كنت طالباً شاباً، ثم عدت عام 2008 لتصميم خط طباعة خاص لعمان بالأحرف العربية والإنجليزية لأمانة عمان الكبرى. كان هذا مشروع تخرجي من تخصص تصميم الجرافيك في جامعة باوهاوس في فايمار. خطوط عمان هي الأولى التي تضيق الفجوة بين الخطوط العربية والغربية، وقد صممها أحد خريجي باوهاوس. حالياً سترون خط عمان على كل لوحات الشوارع، على لوحات النقل العام والمواقع الإلكترونية الحكومية والمواد الرسمية المطبوعة. لقد كنت محظوظاً إذ تمكنت من تحديد المنطقة الحضرية أو الهوية البصرية للمدينة. تضم هذه المدينة الشرق أوسطية أيضاً بعضاً من الفن المعماري المثير للاهتمام، وإن كان مختفياً عن الأنظار أحياناً وفي أحيان أكثر قديماً ومتهالكاً، لكن خط عمان الظاهر على هذا المركز الثقافي يستحيل أن يغفله أحد. كنت سعيداً لرؤية هذا الخط ينتشر في كل مكان عندما قامت المدينة بتغيير شعارها، لكن النتيجة كانت كارثية. هذا يؤلمني كمصمم خطوط طباعة، لم يكن من المفترض أن يبدو الخط هكذا. الأمر يشبه أخذ لوحة أو صورة وتكبيرها،
إنه مشوه حقاً. Das halt eben alles verzerrt. لم يكن الجميع متحمسين لرؤية أجنبي زائر يحصل على هذه الوظيفة. في العالم العربي تعتبر بيروت والقاهرة المركزين الرئيسيين لتصميم خطوط الطباعة. عمان هي مدينة حديثة لا يتجاوز عمرها 100 عام، وهذا المجال من العمل ليس موجوداً هنا. بكل الأحوال فإن تصميم الخط كان فكرة الشخصية. بالنسبة لي فإن هذا استخدام جميل لخط عمان بكل من الأحرف العربية واللاتينية وبالخط الغامق. الحواف الخشنة التي أضفتها للتصميم مستوحاة من جو المدينة، ففيها مدينة خام نوعا ما، ليست مصقولة، وهذا ما أردت التعبير عنه في الخط. يتفق الكثير من الأشخاص معي أن هذا الخط يعبر عن مزاج المدينة. مبادئ باوهاوس فلسفة ظهرت في مدرسة فنون ألمانية صغيرة وتبناها الناس حول العالم. كتيب لأعمال الحياة اليومية يستند على مبادئ العمارة والتصميم، ومدرسة متعددة التخصصات تتبع أساليب تدريس حديثة وراديكالية عززت الحرية والتجربة. مدرسة قادت حركة المزج بين الفن الراقي والحرف اليدوية. بعد سنوات من الإبداع المتميز انتقلت مدرسة باوهاوس إلى برلين وأجبرت على إغلاق أبوابها تحت ضغط من النازيين. كان عام 1933 نهاية تلك الطريق. تأسست مدرسة باوهاوس في فايمار كمدرسة تابعة للدولة، وفي ديساو كانت عبارة عن معهد محلي، أما في برلين فتحولت إلى مؤسسة خاصة مولها مايز فان دير هو من أمواله الخاصة. رغم إجبارها على الإغلاق إلا أن ذلك ساعدها على التطور لتصبح حركة عالمية. منذ انطلاق مدرسة باوهاوس كانت مدرسة دولية. بفضل علاقاتها الدولية لم يكن من الصعب على باوهاوس أن تنتشر حول العالم بعد إغلاقها. تركت حركة باوهاوس بصمتها أيضاً في تل أبيب. بين عامي 1920 و1940 بني حوالي 4000 مبنى على الطراز الحديث في وسط المدينة. في عام 2003 أدرجت المدينة البيضاء كواحدة من مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. أنشئت المدينة البيضاء بشكل رئيسي على يد عدد من المعماريين الذين درسوا مع فالتر غروبيوس مثل ميز فان ديرو وغيره من المعماريين الأوروبيين. في ثلاثينيات القرن الماضي هرب الكثير من اليهود جراء المعاداة المتزايدة الإسلامية في أوروبا وهجروا إلى فلسطين، حيث ساهموا في بناء مجتمع جديد. كان خريج باوهاوس أريه شارون واحداً من المهندسين المعماريين الذين ساعدوا في تشكيل الصورة الحضرية لتل أبيب. قام في ثلاثينيات القرن الماضي بتصميم مجمعات سكنية للعمال تحتوي على حدائق في وسطها. تفتقر الكثير منها إلى الصيانة حالياً، فالطلاء متقشر والواجهات متهالكة. بالرغم من ذلك فقد ساعد تصنيف المكان كواحد من مواقع التراث العالمي على قائمة اليونسكو على رفع الوعي بالقيمة التاريخية لتلك المباني. يخضع منزل ماكس ليبلينغ هاوس الذي أنشئ عام 1936 لعمليات صيانة مكثفة، وسوف يتم افتتاحه قريباً كمركز تراثي. المعمارية الإسرائيلية من أصل ألماني شارون غولان يارون هي مديرة البرامج في مركز وايت سيتي، وهي تعي تماماً قيمة المكان. لنرى كم من المنتجات الألمانية الأصلية لدينا هنا. انظر إلى هذا مقبض.
عندما قمنا بفك مقابض الأبواب لتنظيفها، رأينا عليها ختم شركة في هاج، يمكنك رؤيته. قمنا ببعض الأبحاث ووجدنا أنها من صناعة تلك الشركة التي صنعت المقابض لجروبيوس أو لباوهاوس. كانت الشركة تسمى لويفي، وهناك العديد من الكنوز المماثلة هنا. من الأمور المثيرة للاهتمام في فن العمارة هو عدد الكلمات الألمانية التي تستخدمها اللغة العبرية، فنحن نقول كانت بدلاً من كانتي وتعني الحافة، وتسوكل بدلاً من سوكل وتعني القاعدة، كراتسبوتس بدلاً من شتاينبوتس وتعني قصارة الحجر. نستخدم الكلمة الألمانية تشلشت بمعنى بسيط أو واضح. من المضحك أحياناً سماع العمال اليهود والعرب في مواقع الإنشاءات، فقد يقول أحدهم موشي كراتسبوتس. هذا يظهر مدى الخبرات التي انتقلت إلى هنا في الثلاثينيات، ليس فقط بالمواد وإنما بالمهارات كذلك. جروبيوس، كما قال جروبيوس، إن البناية عبارة عن تمثال يدخله الناس. هانيز ماير تقول إن هانيز ماير قال إن الجماليات ليست مهمة جداً، لكن علينا إصلاح السلوك الاجتماعي للسكان. كان هانيز ماير خليفة جروبيوس يؤمن بالتصميم من أجل الناس. ماذا حدث لهذا الهدف؟ هل لازال تصميم باوهاوس عملياً كما كان يراد له؟ هل تحولت باوهاوس اليوم إلى مجرد علامة تجارية؟ شاهدوا ذلك في الحلقة الثانية من وثائقي عالم باوهاوس التأثير.